حديث الشهد كالأنسام يبعثها، كأنه البدر يمحو دلجة الظلم، كأنه النور في إشعاع بيرقه، يهذب الروح يعليها متى القمم. يا روح وريحان وبلسمها يروي ضمائرنا بالخلد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أهلا بكم أيها الأحباب في برنامج جديد من لقاءاتنا مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكنت من قبل أتكلم عن الغيب وأنواعه، وأن هناك غيب نسبي، أي يتفاوت الناس في معرفته وإدراكه، فما يعلم هذا يجهله هذا، وما يجهله هذا يعلم هذا، مثل ما الذي أكلته، من أين اشتريت هذه الساعة، من أين أتيت بهذا الطعام. فهذا كله من جملة الغيب النسبي الذي يتفاوت الناس في معرفته. أما الغيب الذي لا يعلم إلا الله هو الغيب المطلق، وهذا لا يوجد أحد يدعي أنه يعرفه، لا يوجد أحد أبدا يدعي أنه يعرفه. حتى الجبابرة والظلمة على مر العصور لم يدعي أحد أنه يعرف ذلك الغيب، بل كان الشعراء الجاهليون يتكلمون أنهم يجهلون هذا الغيب. يقول أحدهم: وأعلم علم اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علمي ما في غد عمي. ثم تكلمت مع حضراتكم أيها الأحباب عن بركة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تكلمت عن حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. وأحب أن أنبه، عندما تقول اسم الصحابي تقول رضي الله تعالى عنه، رضي الله عنه، لأن الله تعالى رضي عن الصحابة فقال رضي الله عنهم ورضوا عنه، والمهاجرون والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. فعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مفاتيح الغيب خمس، مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله. الجملة الأولى: لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله. الجملة الثانية وهي جملة اليوم إن شاء الله: ولا يعلم ما في غد إلا الله. يا إلهي، وما يعلم ما في غد إلا الله. ما في غد؟ غد الذي سيكون بعد لحظة، يمكن أن يكون هذا المعنى مفهوم، لكن أصل الغد هو الذي سيأتي بعد اليوم. ولذلك أذكر بما قاله الشاعر: وأعلم علم اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غد عمي. قول الشاعر: اليوم والأمس، هل اليوم غير الأمس؟ وهل الغد يا ترى كيف يحسب، بالنهار أم بالليل؟ هنا معلومة لغوية، وذكرها ابن رشد في كتابه المتعلق ببيان أسباب الاختلاف بين الفقهاء، أنه ذكر أن اليوم يبدأ من الفجر إلى الفجر، من الفجر إلى الفجر، وربما يبدأ اليوم وهذه الليلة الكاملة من الليل أو من المغرب إلى المغرب. يبقى اليوم إما يبدأ من الفجر إلى الفجر،
والليلة تبدأ من المغرب إلى المغرب، إذن هذه ليلة كاملة وهذا يوم كامل. ويمكن أن يكون اليوم يوما مخصوصا فيبدأ من الفجر إلى المغرب، ويمكن أن تكون الليلة مخصوصة تبدأ من المغرب إلى شروق الشمس. إذن عندنا أربع معاني، هناك يوم عام ويوم خاص وليلة عامة وليلة خاصة. بكل المعاني لا يعلم ما في غد سواء كان يوما عاما أو يوما خاصا أو ليلة عامة أو ليلة خاصة، لا يعلم ذلك إلا الله، بل لا يعلم ما بعد اللحظة إلا الله، لا يعلم ما بعد اللحظة إلا الله. ولذلك هناك ناس ظهروا في زمن الصحابة أيها الأحباب سموا بالقدرية، سموا بماذا؟ بالقدرية. هؤلاء القدرية كانوا يطلبون العلم، يقرأوا في الكتب وبيدرسوا، ولكن الإشكال أنهم لا يطلبون صافي العلم، لا يطلبون صافي العلم، وإنما كانوا يطلبون قعر العلم. يا إلهي، البئر، هناك قعر البئر حيث يختلط الماء بالشوائب، ثم هناك الصافي من البئر. ولذلك عندما يأتي ماء مكدر ولا توجد عندك إمكانيات لتصفية أو تنقية هذا الماء، ماذا تصنع؟ هات الماء وضعه قليلا، بعد فترة تترسب الشوائب ويبقى الجزء الفوق هو الجزء الصافي، ماذا تصنع؟ تشرب الجزء الصافي وتترك قعر الكوب، لأن الماء صار مختلطا بماذا؟ بالكدر. أما هؤلاء فإنهم تركوا الصافي واتجهوا إلى ماذا؟ إلى القعر. ولذلك التابعي عندما أتى إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يسأله عما أحدث هؤلاء في البصرة من شأن القدر، قال في وصفهم أنهم يتقعرون العلم، يتقعرون العلم، أي يطلبون قعر العلم، لا يطلبون الصافي ولا النقي منه، وإنما يطلبون الشوائب التي في قعر الكوب. سبحان الله، بعض الناس ربما يظن أن هذا دلالة على ماذا؟ على التدقيق والبحث وعظم الفهم. أبدا يا أخي، فهذا دليل على التكلف، دليل على التكلف، لا سيما إذا كانوا في بداية الطلب، فإن طالب العلم في البداية لابد أن يدرس من العلم ما ينفعه وما يجمع عليه قلبه، لكن أن يبدأ في طلب شيء من العلم ثم يثني بعد ذلك بالمسائل العويصة. ولذلك في رواية أخرى أنهم ماذا؟ يتقفرون العلم. يعني إيه يتقفرون العلم؟ أي يطلبون قفارة، القفار اللي هي الصحراء. انظر، طريق جميل مزروع به أشجار وارفة ومثمرة ويانعة، وبه الماء البارد والظل الظليل، يتركه ويسير في الصحراء. هذا حال الذي يدرس المسائل المشكلة أو الملغزة وليست عنده أهلية النظر، ويطلب من كل شيء أكدره. ولذلك الشاعر الجاهلي بيقول: ونشرب إن وردنا الماء صفوا، ونشرب إن وردنا الماء صفوا، ويشرب غيرنا كدرا وطينا. يبقى الكدر والطين بيكون تحت لا يكون فوق. هؤلاء هو حال هذه الطائفة من الذين يطلبون العلم في زمن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. الناس دول، هؤلاء القوم، قالوا ألا قدر، هذه هي المشكلة، قالوا ألا قدر وأن الأمر أنف، أنف أي مستأنف، أي إن الله تعالى لا يعلم الأشياء إلا عند حدوثها، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، أي إن الله تعالى لا يعلم أني سأحرك يدي هكذا إلا عندما حركته، والله تعالى تعالى عما يقولون.
لا يعلم أني سأتكلم في الموضوع الفلاني إلا عندما تكلمت. هذا كلام خطير، هذا كلام خطير، نسبة الجهل إلى الله. ولذلك كان رد عبد الله بن عمر ردا قاسيا، هذا الرد القاسي يناسب الجرم الذي قالوه والشناعة التي ركبوها والإثم الذي باءوا به. كان كلام عبد الله بن عمر، يا ترى ماذا قال عبد الله بن عمر في هذه القضية؟ هذا بإذن الله تعالى نعلمه بعد الفاصل، فتابعونا يرحمكم الله. حديث الشهد كالأنسام يبعثها، كأنه البدر يمحو تلجة ضحاها.